الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Hello everyone. The main objective in this video is to predict the price of a specific apartment with specific town and area. And we use the scikit-learn. Scikit-learn is a specific library written with Python to manipulate linear regression. The objective is to predict the price of any area and of any town. We use the Demis variables. Look at that. We use the Demis variable to convert the value, the textual value, in a specific feature to a number. In linear regression, we use only number, not textual value, so we program this technique with Python. Look at us in the previous video. We follow a series of steps to program this specific case. The first step is import pandas as pay. We can give a name of this library. The second step is create a CSV file. We have a CSV file which contain town and area and price. The second step is to create Demis variable. In pandas we can use the method getDemis, so Demis equal pay dot getDemis data frame dot town. إذا يمكننا أن نحول جميع المعطيات الخاصة بالمتغيرات النصية إلى متغيرات عددية. المرحلة الرابعة merge data pay dot concat data frame demis x column. يمكننا أن نضيف الأعمدة الوهمية التي خلقناها إلى الداتا فريم الأصلية التي تحتوي على جميع المعطيات الموجودة في الملف. المرحلة الخامسة is to drop the column, town column, and one of the Demis variable. قلنا بأن لا حاجة لنا لوجود العمود النصي المتعلق بخاصية المدينة. ثم يمكننا أن نزيل آخر عمود وهمي. إذن وصلنا إلى التوقع الخطأ. وبالتالي يا بسم الله على بركة الله. يا بسم الله على بركة الله سنقوم بجلب المكتبية سايكيت ليرن. يمكننا أن نكتب إذا use سايكيت ليرن to manipulate linear regression. وبالتالي ستكون عبارة عن الخطوة رقم 6. إذا step is to create a model. So import دائما forms نجلب المكتبية from scikit-learn. نذكر أننا إذا كنت لا تتوفر على scikit-learn اكتب فقط import scikit-learn as sq. وعندما يقوم بتسطير الجملة بالأحمر يعني أنك لا تتوفر على scikit-learn, اربط حاسوبك بالإنترنت وفقط اضغط على ذلك السطر الأحمر في بايشارم وقل له download, وبالتالي سيقوم بالتحميل الأوتوماتيكي لهذه المكتبة. سنذهب إلى linear regression linear model. لاحظ linear model imports إن شاء الله imports بين قوسين linear regression. So linear import from scikit-learn dot linear model imports linear regression. سنذهب إلى الاستسمح linear
ريجريشن، دائما أسماء الكائنات المهمة تبتدئ ب باركيس. الآن سنخلق إن شاء الله سيجن إنسيبيتو تو كرييت لينير ريجريشن موديل. سنذهب إلى النموذج موديل إن شاء الله. ماذا يساوي؟ يساوي الكائن أو كائن لينير ريجريشن. شرحنا هذه الأشياء جيدا في الفيديوهات السابقة، إنه تحصيل حاصل. إذا يمكن أن نقول قسم البرنامج لمجموعة من الخطوات المنطقية. We can split this program to a series of specific logical step. إذا دياز seven step is create a linear model. Voilà. الآن سنقوم إن شاء الله بخلق الفيتشرز والتارجت. لاحظ أحبائي الكرام، قلنا شرحنا جيدا في الفيديوهات السابقة. لدينا المعطيات ثم لدينا النتيجة. إذا تاون كانت عبارة عن فيتشرز خاصية، الأيريا المساحة كانت عبارة عن خاصية، أما هنا البرايس فهو تحصيل حاصل أو تسمى تارجت فاريابل. الحمد لله. إذا ستصبح عندنا x1 x2 x3 لأننا أزلنا في الفيديو السابق هذا العمود طاون، وأزلنا آخر عمود المتمثل في مدينة الرباط، لأننا عندما نريد مدينة الرباط سنكتب 000. شرحنا هذه الأشياء في الفيديو السابق، وبالتالي إن شاء الله سننشئ x و y x and y. إذن المرحلة الثامنة أحبائي الكرام is create x and y. إذن x and y. إذن الحمد لله. إذن x ماذا يساوي؟ سيساوي أن النموذج النهائي الذي سميناه final data frame dot final data frame dot drop drop price. إذن سنزيل المتغير، سنزيل إذن drop إن شاء الله drop متغير price. إذا يمكننا x نحتفظ بجميع الأعمدة إلا target variable. إذا وبالتالي لا داعي لوجود price في المتغير x، سيكون عبارة عن y. يمكننا أن نكتب هذا أحبائنا الكرام. يعني هنا أحبائي الكرام سيكون عندي y، لاحظ y voilà. و x هي جميع الأعمدة باستثناء price، وبالتالي سنقوم أحبائي الكرام بإزالة price. drop يا بسم الله price، ودائما axis column يعني الإزالة، فاصلة أحبائي فاصلة، ثم هنا axis angle، هنا axis say معنا control V. إذا يمكننا رؤية X ورؤية Y. إذا أما Y أحبائي الكرام فهو فقط final عمود final data frame dot أحبائي الكرام price. يمكننا أن نستعمل إن شاء الله برانت بين قوسين x and k.
can use parens بين قوسين إيكال. يا رب يسر بسم الله على بركة الله. سننتظر أحبائي. نعم لاحظ إكس هي عبارة عن فيتشرز مكونة من أريا ثم الدار البيضاء فخي بن صالح ثم رابا، وكذلك عندنا الإجراج الفيتشرز إجراج التارجت وهي عبارة عن القيم. يمكننا أن تأكدنا الحمد لله بأن الأشياء تمر بسلام. الآن أحبائي الكرام سنقوم بتدريب النموذج. ما معنى تدريب النموذج؟ يعني fit the model. دائما هذه المرحلات المنطقية. لاحظ the line. لاحظ أسمح the line shape is to fit the program the model. ندرب الحاسوب. هذا التدريب يكون على هذا الشكل model dot. لاحظ model dot fit بين قوسين سنمرر له x and y and y. الحمد لله. ثم يمكننا البدء بالتوقع. البدء بالتوقع دو تام. بسم الله. The ten steep is to predict. لاحظ يمكننا أن نقوم بتجريب model dots مثلا predict بين قوسين سنعطيه إن شاء الله بين قوسين ثم سنمرر له ليست. ليست عبارة مثلا يا بسم الله على بركة الله. مثلا عندنا هنا سنعطيه مدينة مثلا شقة بتسعين متر في مدينة فاس، وبالتالي فإن فاس هي 100. فوالا إذا واحد. إذن لاحظ أحبائي، إذن سنعطيه شقة بتسعين متر فاصلة. إذن دائما مدينة فاس هي 1 ثم 0. سنمر 0 فاصلة. اسمح. ثم هنا 0 لأن سأسمح سأجلب ضاعت مني السبورة. سأسمح لكي أريكم نعم. واحد مدينة فاس كانت في العمود رقم 1، يعني هنا فاس يعني 100. نعم بالتالي سنذهب 100. إذا سنقول له إن شاء الله product model. سنقوم ب the day array. استسمح هنا يلزمني عوض. ما سأكتب له run then can prints. إذا يمكن نكتب prints بين توقع الثمن. إذا يا بسم الله نعم هنا 10 5000. إذا هو ثمن الشقة.
سنذهب إلى الملف، فاس 40,000، إذا 10 5,000، إذا كتم. إذا يمكننا معرفة النموذج، هل النموذج سكور، يمكننا كتابة السكور لنعرف مدى دقة البرنامج أم لا. وبالتالي تست دي ميز، يمكننا أن ندخل مجموعة من المعطيات ليكون التوقع جيد. أحبائي الكرام، هنا أحبائي الكرام سنذهب إلى البرنامج بايثون تست دي ميز ونكتب هنا price. يمكن أن نكتب أحبائي الكرام price is فاصلة ولا إيجول، وهنا سكور كلما كان قريبا من واحد كلما كان التوقع جيد. فوالا، هنا سكور دائما سكور بين صفر وواحد. سكور موديل دوت بين قوسين المتغير x والمتغير y. سنقوم بالتطبيق. السكور كان هو واحد، يعني أشياء كانت جيدة جدا، كلما كان قريبا من واحد كلما كانت الأشياء بسيطة جدا. إذا أردنا مدينة فاس مثلا، تخيل رباط، مدينة الرباط، شقة في مدينة الرباط مثلا، شقة في مدينة الرباط، سنستعمل 000. سنذهب إلى بايشارم، سنذهب إلى بايشارم، سنذهب إلى أحد الملفات بايشارم. إذا هنا رباط مثلا 60 متر، 40,000. سنأخذ مثلا 70,000 مثلا. يجب أن تكون عندنا مجموعة من المعطيات الخاصة بمدينة الرباط ليكون التوقع جيدا. إذا سنعطيه 70 مثلا، شقة 70 متر كاري، كم ثمنها؟ إذا سنذهب أحبائي الكرام إلى البرنامج تسميز، وهنا سنعطيه شقة ب70. يجب أن تكون المعطيات أحبائي الكرام مستقاة من الواقع، مجموعة من المعطيات. موديل إيران، إذا 25,000 مقارنة مع الثمن. نعم، 25,000 فوالا. إذن يجب أن يكون عندي معطيات كثيرة لتكون النتيجة. مهم مجموع الأشياء، مجموع الأشياء الأشياء المنطقية موجودة. أحبائي الكرام، شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء. إذا كنتم تتصفرون على داتا فريم واقعية وبها معطيات كثيرة ليتمكن الحاسوب من التعلم، لأنه يعني لم يتعلم، أعطيناه معطى واحد وهو مدينة الرباط، يجب أن يتعلم من خلال مجموعة من المعطيات الخاصة بأثمان الشقق في مدينة الرباط ليتمكن من إيجاد الثمن الأصلي. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء. وسنتطرق إلى طريقة جديدة وهي أون هوت كولين باستعمال كذلك بانداس السامية. استسمحكم على الإطالة وإلى اللقاء.